أفادت مصادر إعلامية بأن مجهولين اغتالوا أمس الخميس هشام زينو رئيس المكتب الأمني لفيلق الرحمن في بلدة كفر بطنة في غوطة دمشق الشرقية. وفي شأن آخر، أفاد مراسل حلب اليوم في غوطة دمشق الشرقية بأن مئات الأشخاص أصيبوا بحالات تسمم في مدينة دومة ومنطقة حوش نصري نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة، وذلك بعد يومين من إصابة أكثر من 300 شخص بحالات مماثلة. ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه قافلة مساعدات أممية تحوي مواد غذائية ومواد طبية إلى مدينة جيرود في القلمون الشرقي بريف دمشق. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب مراسلنا في ريف دمشق منصور أبو الخير. منصور، هل تكشفت أي معلومات جديدة حول حادثة اغتيال رئيس المكتب الأمني لفيلق الرحمن؟ يعني ما هي هوية المنفذين وطريقة ومكان تنفيذ عملية الاغتيال؟ طبعا هذه العملية تعتبر ضمن سلسلة عمليات اغتيال حدثت لقيادات الغوطة الشرقية من جميع الفصائل، ليس فقط فيلق الرحمن. طبعا اغتيل هذا القائد في مدينته كفر بطنة. لم يعرف إلى الآن من وراء هذه العملية. طبعا كل العمليات الاغتيال السابقة لم يكشف من هو وراء هذه العمليات. طبعا قد تكون الحالة التي وصلت إليها الغوطة من تفرق ما بين الفصائل، قد يكون هنالك طرف ثالث يقوم بهذه العمليات لزرع الفتن بين الفصائل وإعادة حالة الاقتتال بينهم، بما يخدم هذه الحالة، بما تخدم النظام كسقوط الجبهات وتراجع الثوار من الجبهات. نعم، يعني منصور، سمعنا مئات المصابين في حالات تسمم جديدة في الغوطة الشرقية، ما هي المعلومات المتوفرة حول أعدادهم والسبب وراء تجدد مثل هذه الحالات؟ نعم، هذه المرة الثانية التي يصاب بها أعداد من المدنيين بتسمم نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة. طبعا وصل العدد أمس إلى قرابة 1160 حالة تسمم. جاءت هذه الحالات من الشيفونية وحوش نصري، أسعفت إلى مشافي الشيفونية ومشفى المرج، أيضا إلى مشافي دومة. طبعا الحالات كانت كما ذكرت في حوش نصري والشيفونية، لم يكن هناك حالات تسمم في دومة، بل أسعفت الحالات من تلك المناطق إلى مشافي دومة. طبعا هذه الحالات كما ذكرت هي المرة الثانية نتيجة تناول هذه المواد الغذائية، لم يكشف إلى الآن السبب. طبعا الجمعيات الإغاثية داخل الغوطة الشرقية يوميا تطبخ عشرات الآلاف من الوجبات الغذائية. لم يحصل هذا التسمم إلا ضمن هذه البلدات، وكما ذكرت المرة الثانية بنوع معين من الوجبات الغذائية التي يتناولونها. إلى الآن التحقيق جاري بموضوع هذا التسمم، ما هو السبب الرئيسي من التسمم؟ أهو بفعل فاعل أم هي بالفعل بسبب فساد هذه الوجبات نتيجة ارتفاع الحرارة أو سوء التعامل من قبل الطباخين؟ إلى الآن لم يتم الكشف، ولكن الأهالي داخل الغوطة الشرقية يطالبون جميع الجمعيات الإغاثية بالتوقف عن الطبخ وتوزيع هذه المواد، مواد ناشفة، ليقوم الأهالي بطبخها بنفسهم بعيدا عن هذه، تجنب هذه الحالات، حالات التسمم. نعم، طيب بالانتقال إلى القلمون، ما الذي حوته قافلة المساعدات في جيرود يعني، وكيف سمح النظام بإدخالها والمفاوضات لا زالت قائمة حول إطلاق سراح المعتقلين وإصلاح خط الغاز في المدينة؟ طبعا هذه القافلة دخلت بعد المفاوضات التي جرت بشأن خط الغاز. طبعا هذا الخط، خط الغاز الذي يقع قرب بلدة الناصرية بالقلمون الشرقي، دخلت هذه القافلة عصر الأمس، احتوت 24 سيارة إغاثية وطبية وعدد من سيارات الطحين. هذه السيارات أيضا احتوت ما يقارب 7500 سلة غذائية، بالإضافة إلى حقائب مدرسية وشوادر للأهالي. طبعا الثوار قاموا بالإشراف على تأمين دخول القافلة منذ دخلت وحتى قامت إفراغ ممولتها وخرجت. كما ذكرت، هذه القافلة دخلت ضمن المفاوضات الجارية بشأن خط الغاز بعد التفجير الذي قام به الثوار بهذا الخط وإعطابه، مما تسبب بالضائقة لدى النظام. هذا الخط الغاز الذي يخدم 5 محافظات سورية كالسويداء ودرعا والقنيطرة ودمشق وريفها، هذه المحافظات كلها انقطع هذا الخط عنها، مما أوقع النظام بحالة حرج وجعل الثوار يستخدمونها كورقة ضغط
الضغط على النظام بتأمين كل ما تحتاجه مناطق القلمون الشرقي. نعم طبعاً شكرا لك. نعم منصور تداركنا الوقت، شكرا لك منصور أبو الخير مراسلنا في ريف دمشق.